السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجوانا حارة إلى مائل الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة تنشط على فترات تراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين توقع غدا طقس مغبر ونشاط في الرياح الشمالية الغربية توقع أن تتجاوز هباتها لأكثر من 60 كيلومتر ساعة تكون مثيرة الغبار على بعض المناطق. لذا ننصح أخذ الحذر والحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري لسلامتكم. أجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواءنا صافية، الرياح جنوبية غربية سرعة 5 كيلومتر ساعة. أما درجة الحرارة الحالية 43 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية 8%. أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلومتر. الليلة أجواءنا حارة إلى مائل الحرارة واستمرار الرياح الشمالية الغربية سرعتها ما بين 15 إلى 40 كيلومتر ساعة. ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة جزرنا الشمالية وأربع وبيان في هيلتش قد تصل إلى 39 درجة مئوية. أما جزرنا الجنوبية كبر قاره والمرادم ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية. مدينة الكويت قد تصل إلى 38 درجة مئوية. في مساء الغد طقس مغبر وأجواءنا شديدة الحرارة ونلاحظ سرعة الرياح قد تتجاوز 55 كيلومتر ساعة. انخفاض الرؤية والد أعزائي المشاهدين خاصة في المناطق المكشوفة. لذا ننصح مرتادي الطرق السريعة أخذ الحذر والحيطة وأيضا مرتادي البحر والحداقن نأجل أي نشاط بحري لسلامتكم. درجات الحرارة العظمى متوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 48 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربع وبيان وفيلتشا قد تصل إلى 44 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج من 3 إلى 6 أقدام. مواقيت عند الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت موعد أذان الفجر الساعة 3:19، موعد شروق الشمس الساعة 4:54، أما غروب الشمس الساعة 6:51. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجواءنا شديدة الحرارة خلال فترة النهار، متوقع أجواء مغبرة اليوم الغد ونلاحظ نشاط الرياح الشمالية الغربية وراح يستمر معنا على فترات حتى يوم الأحد. انخفاض الرؤية وارد. لذا ننصح مرة أخرى مرتادي الطرق السريعة أخذ الحذر والحيطة وأيضا مرتادي البحر وخاصة الحداقة تأجيل أي نشاط بحري لسلامتكم. من يوم الاثنين تخف الرياح تدريجيا وأجواءنا راح تكون شديدة الحرارة. أيضا درجات الحرارة نلاحظ ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية. أجواءنا راح تكون حارة إلى مائل الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة وأيضا بداية ساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة الصغرى متوقعة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستديو.